باهي تو نتعداه ونشوفه كيفاش نتعامل مع الليست. باهي بالنسبة لليست، باهي خلينا نفسخوا الترجمة بتاعنا اللي خدمنا بيه قبل، الخدمة بتاعنا قبل تم خلوه نفسخوه باش تبقى الخدمة بتاعنا نظيفة، فهمتني؟ باهي كالعادة في وسط الرسم بتاع البادي، باهي عندنا زوز أنواع بتاع الليست. باهي شنو هي الليست؟ الليست هي يستعملوها باشا في برمجة المواقع. مثلا أعطيك أي موقع، مثلا دبليو تي سكول، ديجا ننصح بيه أي واحد دبليو تي سكول هذا ينجم يتعلم تعلم عليه كل شيء. ريت مثلا هذايا المنيو، هذا يتسمى ليست، هذا كيف هذا اللي على جنب يتسمى ليست. بون فما برشا عباد تسأل الأسئلة تقول كيفاش خيتو من بكري احنا قاعدين نخدمه ونحطه في نكتبه كيف ما جا معناه نحطه فيهم تحت بعضهم، كيفاش نرد الموقع متاعنا هاك محسن وكل شيء. هذاك في دورة السي اس اس. بالنسبه لل HTML كيما حكينا قبل، ال HTML راهي خاصه جوست بالتكست باراجراف، بالتصاور، بالفيديوهات، جوست ستركتور نتاع الباج، الهيكل نتاع الباج كيفاش باش يكون. بعد الزينه والحكيت هذوم مثلا البوردر وحكيت الباك جراوند وكل شيء باش تعداو دورة سي اس اس. نورمالمون دوما نكمل دورة ال HTML باش نحكي على سي اس اس ونوصفها بالتفصيل ونعمل موقع كيف هكا بالضبط، فهمتني؟ دبليو 3 سكول هذا اللي يحب يتعلم ال HTML ولا سي اس اس ولا جافا سكريبت، ننصح بالموقع هذا حلو على الاخر دبليو 3 سكول. باهي خلينا نحكي تو على الليست. باهي تجي لهنا تكتب لورن HTML ويعطي كل شيء، مثلا لورن HTML ويعطي كل شيء كيفاش تتعامل مع الهيدنج، كنت نحكي على بكري تعملها مع الباراجراف، الستايل هذه هي اللي خاصة بالسي اس اس، خليكم من هذاك الكورز سي اس اس لينكس اللي حكينا على اللينكس، عملنا الليام باك الباليز ا تاج نيم ا الايمج تيبل تو جينا الليست. باهي خلينا نفسروا الليست على زوج انواع. باهي عند ان اند اوردرد، ان اوردرد اوردرد ان اوردرد ليست، وعندنا النوع الثاني هو اوردرد ليست. باهي شنو الفرق ما بيناتهم؟ باهي خلينا نخدم من الاول ان اوردرد ليست. فسخ هذا. باهي اول حاجه ان اوردرد ليست هي شنو؟ انك اول حاجه نتعرف الليست نتاعك شنو، تكتب يو ال هي اختصار كلمه ان اوردرد ليست، فهمتني؟ ومن بعد تجي في وسط الليست هذه كيف باليز لازم تحل، تاج نيم لازم تحله من هنا وتسكره لهنا. بعديك تجي تكتب الليست نتاعك شنو. اول حاجه اول اللي نكتبوها مثلا ال اي، تكتب ال اي هكا كيف عندك واحده اخرى مثلا ال اي كيف مثلا عندك واحده اخرى، تجي هنا تكتب الليست نتاعك. مثلا نحب نكتب هوم بروفايل وعندنا مثلا اباوت اس، نجيو نعملو كنترول اس ونمشيو للباج نتاعنا نعملو ريلود كيما تشوف. على فكرة أي حاجة تكتبها في ال HTML هنا كيف هكا بالضبط يقبلها النافيجاتور ونجم يتبعها لك، لكن بعديك ما عندك ما تنجمش تعدل عليها الجملة هذه كل شيء على خاطر ماهيش موجودة في وسط التاج، خاطر كي باش نوصل للبارتي نتاع سي اس اس الدولة الثانية نتاع سي اس نتاع الزينة، وكيفاش تزين وكيفاش تبدل الشكل وكيفاش تعمل المارجن وكيفاش تعمل الباك جراوند نتاعك الاليمون هذاك الاليمنت هذاك كل شيء لازمك تحطه في وسط باليزة باش تتعامل معاه من بعد. خليك من هذا الكل ما تشغبش امرك بيه. باهي خلينا نحيوها باش ما تخش بعدك. المهم اي حاجه تكتبها كل شيء تطبعها على ما فما حتى مشكل. باهي عندنا ان اوردر ليست، اول حاجه كما قلنا نحل الباليز نتاعنا ونسكروا لهنا. من الداخل عندنا ال اي هي الاولانيه ليست الاولانيه، وعندنا الثانيه وعندنا الثالثه، عندنا الهوم بروفايل اباوت اس. تعمل كنترول اس ونجي نشوفه في النافيجاتور نتاعنا يطلع لك هوم بروفايل اباوت اس. بعديك بالسي اس اس ننظموهم وكل شيء يولي شكلهم كيف هكا بالضبط، ونحيو كل بوان وكل شيء، نحيو كل بوينت هذاك موجودين على جنب، فهمت؟ نحيوهم ونردوه كيف هكا ونعملو فلوت ان لاين يولي شكله كيف هكا بالضبط، نعملو باك جراوند نعملو هوفر. شوف الهوفر كيف بالسي اس اس هذاك، تمشي للبوتون مثلا كيفاش تبدل اللون نتاعو. هذا كل كافي دورة ال هاش تي او دورة عفوا دورة السي اس اس، جوست لهنا نتعلمو في ستركتورا كهو. باهي هذا فيما يخص الـ Unordered List. باهي نمشيو للنوع الثاني اللي هو Ordered List. Ordered List هو شنو؟ أنه مرقمن ولا تجي لهنا تبدل O لـ O هي اختصار لكلمة Ordered List، واضح؟ تعمل Ctrl S شوف كيفاش باش تولي نمروتي، واضح؟ واحد اثنين ثلاثة مثلا، تزيد وحدات أخرين تجي في وسطها مثلا ال اي
مثلا كونتاكت اس، مثلا تعمل ريفلاش باش نورمال ما باش كونتاكت اس يطلع لنا النمر بتاعها شنو هو فور، كيما تشوفوا بعد نجم نعمل واحدة اخرى مثلا ليست اخرى، نعمل ليست اخرى مثلا هذه نبدلوها حاجة اخرى، مثلا نكتبوا اي حاجة نيم مثلا last name مثلا age country مثلا، نعمل ليست اخرى ونعمل ريلود الباج كما تشوف. هذه الليست الاولانيه اللي عملناها من الاول، وهذه ليست اخرى. كي تعمل ليست اخرى راه باش ترجع النيميريتاسيون بتاعها باش ترجع من الاول، باش تعاود تحسب من الاول، يعني مش كي عملت ليست اخرى باش تولي لهنا 5 6 7 8، نو 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 مش هكاك. جمله عندك الليست نتاعك الاولانيه اللي هي هذه، وعندك الليست نتاعك هذه هي الثانيه هي هذه، يرجع النيميريتاسيون واحد اخر. في صوره ما تحب تدخل هذوم تحب ترد هذه 6 7 8 9 كل شيء تجي تدخلها في الليست الاولانيه، انك تجي تكوبيهم هذا من الاربعه تعمل كات وتجي تحطهم هنا. شوف كيف باش يولي، نحيو هذايا مثلا، نحيو هذه الليست الثانية زايدة خاطر مش مطلوب عندنا حتى شي بها هي، نعمل ريلود كيما تشوف، ولا تحط كل واحدة في ليست هكا. بعد نجم نبدلوها نرجعوها كيما كانت قبل يو ال ان اوردر ليست هكا كنترول اس نسجلو فهمتني، ونعمل ريلود الباش كيما تشوف. مع بعض عندنا ليست الاولانية نمرو تي، وعندنا ليست تاني نون نمبر تي، او نزيدوها التيتل هنا مثلا ان اوردرت ليست نتعمل ريلود، هذه اوردرت ليست وهذه ان اوردرت ليست. كما قلنا من المستحسن انك ما تكتبش هكا مسيب وحدها، كانش تحب تكتب حاجة كيفك وباش تعدل عليها مثلا الجملة هذه ليست تعملها في وسط باراجراف، تعمل هكا على باراجراف وتجي تكتبها في وسط هنا، ولا تعملها باليز ولا تعملها تيتر ولا تحب عليه انت، نفسها هي هي كيف كيف. عاوين هذا فيما يخص الليست، نتعداه توا باش نحكيه على الفورم وكل شيء فهمتني.